أعلن رئيس هيئة الشراء الموحدة الدكتور بهاء الدين زيدان أعلن أن المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي في نسخته الثالثة سيعقد في مصر في 4 من يونيو لعام 2024. وأضاف زيدان في ختام المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الثاني صحة أفريقيا أن هذا المؤتمر أصبح منصة تواصل ما بين مصر والدول الإفريقية، ومنصة أيضا لتبادل الخبرات بين الدول الإفريقية والشركات العالمية. من جانبه قال الدكتور عادل العدوي وزير الصحة والسكان الأسبق رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي، قال إن مصر أصبحت المنصة الرئيسية لكل ما يخص الرعاية الصحية في إفريقيا، لافتا إلى تحقيق النسخة الثانية من المؤتمر نجاحا باهرا. اجتمع كل الخبراء وكل الضيوف والأساتذة الحاضرين من الاتحاد الإفريقي والمركز الإفريقي للتحكم في الأمراض ومنظمة الصحة العالمية والأساتذة من مصر وكافة دول العالم، وأجمعوا على أن هذه النسخة جاءت بنجاح كبير كما كانت نسخة العام الماضي، ثم أتت هذه النسخة في هذا الثوب عام 2023 بمكتسبات وإيجابيات جديدة تتمثل أساساً في فتح بوابة للاستثمار والاتفاقات التجارية التي تم إبرامها ما بين مجموعة كبيرة من الشركات المصرية والشركات العالمية ودول إفريقية في مجالات تصنيع وتوطين الدواء، في مجالات توريد المستلزمات الطبية، فيما يخص قطاع الرعاية الصحية وتقديم الخدمات الرعاية الصحية بصورة عامة. وتم طرح العديد من المشكلات التي تعاني منها القارة الإفريقية لإيجاد حلول غير نمطية وغير تقليدية لهذه المشكلات. نريد أن نثمن الجهود التي حصلت في مصر والنجاحات التي حققت من خلال مبادرة 100 مليون صحة. دائما احنا مركزين نحو خلو مصر من الفيروس سي، ولكن كذلك هناك نجاحات كثيرة في مبادرات 100 مليون صحة بما فيهم مبادرة صحة المرأة. اليوم كان التركيز على صحة المرأة وما هي النجاحات التي حققت في خلال أقل من 4-5 سنوات من ناحية التركيز على الصحة على الصحة على الصحة والكشف المبكر قبل ما نركز على المرض. فالنجاح اللي صار من قبل منظمة الصحة العالمية بجميع الشركاء طبعا أن هناك عدة نجاحات حصلت، الكشف المبكر مثلا لسرطانات الثدي والعلاج المبكر تعمل بجهد كبير أن نخفض العلاج للحالات المتقدمة.